الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يقر نفوسنا وفتك علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين الى البيت الكريم. توحد الكريم. الهي 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 تنزل كل يوم على حجاج بيتك 120 رحمة مع ان رحمة واحدة من رحماتك تملأ الارضرية مع ان نظرة بنور رضاك تجعل الكافر وليا 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة. الطائفون لهم 60 رحمة والمصلون لهم 40 رحمة والناظرون لهم 20 رحمة. الهي 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 نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع. الهي 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 نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورفقا ثم دفنا بالبقيع. ايها الموحدون من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الحليم من الكريم من الرشيد من الصبور من الشكور من الغافر من الغفور من الغفار من الرزاق من الوهاب من التواب من الواسع من الجامع من الوارث من الوارث من الوارث من الباعث من الباقي من الدائم من الحكيم من الحكم من الحاكم من العدل من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد. وحد الواحد إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله، إذا تذكر لك الخلق يا ابن آدم فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا زادي قليل، أنا زادي قليل، أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أنا زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي، أين رجائي فيك، أين محبتي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في حديثه الشريف: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. 40 صلاة إذا صليتها في مسجد إمام الأنبياء كتب الله لك براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئت من النفاق إكراما لمن؟ لسيد الأنبياء. سيدي يا أبا القاسم، يا حبيب الله، يا نور القلب، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوب، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الطهر والكرم. نفسي تتوق لقبر انت ساكن، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، وما لاحت على الأيك الحمائم، وأما بعد.
عديدة. اربع بشريات نزلنا على سيد الانبياء، فما هي ومتى؟ ما هي البشريات الاربع ومتى نزلت على سيد الخلق وحبيب الحق؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 85 بعد 100 اجيب عن هاتين السؤالين، ولكن لكي اجيب عنهما فان لهما خيوطا تمتد عبر التاريخ. تسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان انتقل الان على جناح السرعة الى رسول الله، الى المدينة المنورة. فقد اذاعت وكالات الانباء الاسلامية في العام 10 من الهجرة ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيتوجه الى مكة لاداء حجة الوداع، وسيكون هو رئيس البعثة. وهل هناك رئيس اذا كان هناك محمد؟ لا، لا عظيم من البشر غير محمد. الحبيب عليه الصلاة والسلام الان يرتدي ثياب الاحرام رداء وازارا، وفي مكان يسمى ذا الحليفة، وهو ميقات اهل المدينة. ترى السيد الجليل رسول الله يركب ناقته القصواء، واذا ما ذكرنا ناقته القصواء فانها اشرف بالتاريخ من اساطير امريكا، واشرف بالتاريخ من دبابات انجلترا، واشرف بالتاريخ من مدفعية المانيا، اشرف بالتاريخ من صواريخ روسيا، اشرف بالتاريخ من طائرات فرنسا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. فصلوا على البشير النذير. قررت واتحرك وارى امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألق النور على جبينه، وتتلألأ الاضواء على محياه. والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. ارى امامي موقف اتحرك يشق بطول الصحراء، ارى عن يمين المصطفى امواجا بشرية تتلاطم، وارى عن شماله كذلك، وارى عن امامه كذلك، وارى من ورائه كذلك. 114,000 من موحدي لا اله الا الله. موقف التوحيد، موقف التوحيد برئاسة رافع لواء التوحيد. انه العظيم الذي نشر ألوية الرحمة على الارض. لم يكن جبارا من جبابرة الارض، ولم يكن جبارا شقيا ولا حاكما عصيا، لم يكن كساكن البيت الابيض وقلبه اسود، ولم يكن من قياصرة الكرملين الذين سروا في البلاد فاقطعوا فيها الفساد، لم يكن صاحب قصور ولا استراحات، انما كما قال فيه رب الكائنات:
بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حرك. تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. لم يكن صاحب الصراحات ولم يكن ياخذ الحكم وجاهه ولا نزاهه، انما كان متواضعا في غير ذل، متربعا في غير كبر. ولما اراد ربك ان يستخرج له صحيفة ثوابك وفي شهوة تشبيه وتحقيق شخصيته، لما اراد ربك ان يستخرج لحبيبه محمد تحقيق شخصيته لخصها في كلمة واحدة: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الساده، نحن الان على مشارف مكة فكرمها الله، وقد قطعنا الطريق وقدره 500 كيلو مترا من المدينة الى مكة، وارى امامي هذه الامواج البشرية التي انسابت على وجه الارض تغسل الارض من ارجاسها وادلاسها وانجاسها، تغسل الارض بامواجها وبحرها الطهور. ان هذا البحر هو سيد المرسلين، وهل هناك افخر من ماء البحر؟ انه النبي، انه النبي في تواضعه يدخل الان امامي، يدخل المسجد الحرام من باب السلام. اراه الان متوجها في خطى وايده ثابته، يتحرك على وجه الارض، يتحرك بخطاه الوئيده الثابته متوجها الى الحجر الاسود. تعالوا لنرى حبيب الله محمدا وهو يضع شفتيه على الحجر. ان في الاسلام حجرين، احدهما يلثم والاخر يرجم، حجر يقبل وحجر يرجم. لماذا؟ اما الحجر الذي يقبل فهو رمز الى اننا نحب الخير للناس جميعا، فهذا الحجر قطعة من الارض لا يزيد عن الارض شيئا الا اننا نضع شفاهنا عليه لنعلن للبشرية جمعاء ان الاسلام يحب الخير للناس اجمعين. واما الحجر الذي يرجم فهو رمز لابليس الذي عرض الخليل ابراهيم وهو متوجه ليذبح ابنه اسماعيل، عرض له في هذا المكان وقال له: ان الذي اتاك في المنام شيطان وليس وحيا من الله. فرماه ابراهيم، رماه ابراهيم بالحصى في هذا المكان. فنحن نرجم هذه الاحجار لنعلن للبشرية جمعاء اننا نفارق الشعر في كل مكان حتى ولو كان حجرا لا يعلم، ما دام رمزا للشر. الحبيب يقبل الحجر وارى دموعه الطاهرة الزاكية، اراها تسيل على وجنتيه الشريفتين، وعمر واقف بجانب الرسول، عمر العملاق، عمر الفاروق، عمر العظيم الذي رباه اعظم الرجال. عمر الذي لما حضرته الوفاة وهو حاكم كسرى وقيصر
الذي سوق بذراعيه اكبر امبراطوريتين على وجه الارض الفرس والروم. ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال ابنه يا عبد الله يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة ووضع رأسي على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. عمر عمر ليس كلاما يقال. عمر متردد. عمر عقيدة وعمى. عمر ليس كلاما. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. عمر تقول له ام كلثوم زوجه بنت فاطمة بنت رسول الله نفسي تشتهي قطعة من الحلوى. فينظر عمر حواليه ويسألها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. فتقول له لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. فماذا يقول لها؟ يقول لها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. قومي لبيت المال رديها. عمر لم يكن عند عمر مباحث ولم يكن عند عمر مرشدون سريون ولا مرشدات سريات. احضروا دخول النساء في بيوتكم في هذه الايام السود فان كثيرا من النساء يرتدين الحجاب احيانا ويدخلن البيوت ليكتبن التقريرات. نحن في ايام ما راينا اسود منها على وجه التاريخ. اخوك يكتب فيك تقريرا وابوك كذلك والدنيا اصبحت تئن من الصلب. فاللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. الرسول يبكي وعمر يسأله ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول له الحبيب هنا تسكب العبرات يا عمر. انها ذكريات. انه شريط طويل يمتد عبر الزمان الثالث يمتد الى ابراهيم. والرسول يتذكر هذه القرون الخاليات. ايها الاخوة الاحباء يطاف الرسول الان بالبيت سبع مرات ويخرج من باب الصفا ويشرب من ماء زمزم ويسعى بين الصفا والمروة ويتوجه في اليوم الثامن من ذي الحجة اي في مثل هذا اليوم يتوجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويتوجه في اليوم التاسع اي غدا الى عرفات الله. الحبيب محمد الان في مسجد نمرة يلقي خطابا. اسمعوا الى خطاب المصطفى. لم يكن من هواة الكلام انما كان من عشاق العمل. لم يكن يحب الكلام الكثير والوعود الزائفة. لم يكن يعد ويخلف. انها كلمات اسمعوها ايها الناس. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. الدماء والاموال حرام. حرام على المسلم ان يعتدي على دم اخيه المسلم او على
ثم ماذا؟ كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا ذي الحجة. ثم يستطرد الرسول قائلا ان الربا تحت قدمي موضوع، لا ربا في الاسلام، وقد اصبح الاسلام يغتال في كل مكان. الزنا في شارع الحرم جهارا نهارا، حري النساء، موائد الخمار، القتل، الغيبة، السرقة، حتى في بيوت الله توضع المساجد تحت الرقابة ليرى ماذا يقول الإمام. حتى الإسلام لم يجد روحة حتى في بيت الله رب العالمين. إسلام يغتال في كل مكان. الربا حرام والأخذ بالثمر حرام. ثم يقول المصلح العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي محبوسات في بيوتكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. ثم يقول الحبيب: وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي، كتاب الله. ثم يسأل اصحابه: وانتم تسألون عني فماذا انتم قائلون؟ قالت الاصحاب: نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فقال الحبيب: اللهم فاشهد. كلمات موجزة المبدا، لكنها عظيمة في معناها ومغزاها ومرماها. واذا بالارسال ينقطع لحظة، واذا بالصمت العميق يلف المؤتمر الاسلامي العظيم، واذا بالحبيب محمد يقول لجرير البجلي: يا جرير استنصف الناس، ايمعهم ان ينصفوا. اذا هناك بلاغ اسلامي خطير يتوجه به الرسول الى جميع المجتمعين، فيقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا اله الا الله. كأنك يا سيدي تستشف الغيوم، كأنك تنظر من وراء الحجب فترى ان المسلمين سيقتل بعضهم بعضا. الحرب الدائرة الآن على قدم وساق بين العراق العميل، بين العراق العميل لأمريكا. فأمريكا لا تنسى رجال سفارتها في إيران، ولا بد أن يدفع إيران الثمن غاليا، يدفع ثمن الرهائن غاليا. فكيف تسمع امريكا لتدفع ايران الثمن غاليا؟ هل تهاجمها؟ لقد هاجمت امريكا ايران ولكنها فشلت، سقطت الطائرات ليلا، اهل ايران نائمون، ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوات امريكا الخاصة، رجال الكوماندوز، ركبوا الطائرات بعدما مكث كارتر طوال سنة كاملة يعد في هذا الهجوم، ولكن الله خيب كيف. فسقطت الطائرات ليلا، اتاها الله من حيث لم يحتسبوا، سقطت الطائرات. فهل تنام امريكا؟ هل تنام امريكا عن جواسيسها في ايران؟ لا،
وان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث شيئا. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل امريكا؟ اتدخل هي بالاساطيل ايران؟ لا، ان هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. اذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب صيدها يريد ان ياخذ مكانه الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوف وتسيل الدماء، وامريكا تسيل من عليائها. امريكا لها مخالب قط، لها عملاء. صدام الذي يقول ان اهل ايران فرس ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان صاحب كتاب الاحياء، ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء. منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟ فمن اهل العراق؟ اهل العراق كما يحدثنا التاريخ كان يحكمهم رجل يسمى النمرود، الذي قال لابراهيم: انا احيي واميت. كان من اهل العراق، واهل العراق هم الذين اشعلوا النار للخليل ابراهيم ورموه فيها، واهل العراق هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، واهل العراق هم الذين هجموا على الامام علي في رمضان وهو يصلي الفجر بالمسلمين اماما وقتلوه وهو واثق بين يدي الله، واهل العراق هم الذين قتلوا الحسين بن بنت رسول الله، واهل العراق هم الذين فصلوا راس الحسين، واهل العراق هم الذين دخلوا على الحسين بشربة ماء ومات الحسين وهو عطشان، واهل العراق هم الذين شاهدوا زينب ومعها 80 من آل بيت رسول الله. فكيف هذا؟ كيف هذا؟ أقلبت الأوضاع يا صدام، أقلبت الحقائق يا صدام. يا صدام، أين شجاعتك في بيت المقدس؟ أين شجاعتك في أفغانستان؟ أين شجاعتك في فلسطين؟ إنها المهزلة والمأساة والملهى. نعم يا سيدي يا رسول الله، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعندئذ ينقطع الارسال مرة اخرى لان هناك وحيا ينزل. ولما افاق الرسول بعد ان رفع الوحي، اذا بالوحي اربع بشريات تنزل على سيد الكائنات. البشرى الاولى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه. البشرى الثانية: اليوم اكملت لكم دينكم. البشرى الثالثة: واتممت عليكم نعمتي. البشرى الرابعة: ورضيت لكم الاسلام دينا. وتلاها الرسول على اصحابه
الاصحاب لما سمعوها فرحوا، اراهم الان وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامات السرور. الا رجلا واحدا لما سمع تلك البشريات بكى بكاء مرة. اتدرون من هذا الباقي؟ انه ابو بكر الصديق. ما يبكيك؟ ما يبكيك يا صديق؟ اتبكي والبشريات كثرة؟ اتبكي والمسلمون جميعا في فرح؟ ما يبكيك؟ قال ابكي لان اجل رسول الله يوشك ان ينقضي. فمن اين اخذت هذه الدلالة يا صديق؟ قال الم تقرأوا اليوم اكملت واتمنت ورضيت؟ هل بعد الكمال والتمام الا وفاة رسول الله؟ ابكي لان الرسول سيرحل من عالم الدنيا الى رحاب الحق. انه الفهم البصير، انه الفكر الساقط، انه العمق في الفكر، انه القلب الذاتي. ايها السادة، ووقف الرسول بعرفات وبعد غروب الشمس افاض الى المزدلفة، وفي الصباح وقف بالمشعر الحرام ورمى جمرة العقبة لسبع عصيات، وبعد ذلك ذبح وحلق وعاد الى البيت فطاف طواف الزيارة، وعاد الى منى فداس بها، ثم اصبح فرمى الجمار الثلاثة باحدى وعشرين حصافا، ثم ذات ليلة اخرى بمنى ورمى الجمار باحدى وعشرين حصافا، ثم عاد الى البيت الحرام وطاف طواف الوداع. ارى الرسول الان توجه الى المدينة عائدا. ما ترى السادة، ويترك الركب الكريم يسير الى مدينة رسول الله. لأعود بكم من هنالك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها رب العزة: وانك لعلى خلق عظيم. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا لنزور رسول الله بعدما عاد بسلامة الله، بعدما ادى حجة الوداع ونزلت عليه البشريات الاربع في يوم عرفة. فهذه هي الاجابة على السؤالين اللذين طرحناهما في صدر الخطبة. مكث في المدينة شهر المحرم وصفر، وفي شهر ربيع، في شهر ربيع الاول، وجات ليلة صفت سماؤها وطاب هواؤها ورق ماؤها. قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لغلام له يسمى ابا مويهبة، قال له: يا ابا مويهبة تعال لنصور مقابر البقيع، فان الله امرني بزيارتها هذه الليلة. اخوتي، السكون عميق، والليل قد ارخى سدوله وغارت نجومه، وارى سيد الخلق واقفا الان بين المقابر ينادي على اصحابها ويقول: السلام عليكم يا اهل القبور، هنيئا لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه. لقد اقبلت الفتن يتبع اخرها اولها، والاخرة شر من الاولى. فتن، فتن كقطع الليل المظلم نحن نعيشها ونحياها. نحن نعيشها. المسلمون قد وعمل فيهم السيف ومضى على حرب العراق وايران 27 يوما، والامة العربية والاسلامية تقف موقف المتفرج.
حتى يوم الجمعة الماضي بلغ عدد الدولارات التي انفقت في هذه الحرب 40,000,000,000 دولار. 40,000,000,000 دولار. لو ان هذه الالوف من الملايين وزعت على شعب مصر البائس لكان نصيب كل فرد منا 1,000 دولار كل فرد. ولكن الحكمين يحكمان المباراة بكل حرص وحذر، روسيا على حدود ايران وامريكا في مضيق هرمز والبترول يشتعل والصناعات تضمر والارواح تشخر، وويل لمصر من امريكا. امريكا وروسيا هما العدوتان اللدودتان للاسلام. امريكا امدت مصر قريبا ب26,000,000 دولار. اتدرون لماذا؟ لشراء السكر، لشراء الزيت، لشراء الدقيق. لماذا؟ لتحديد الناس. 26,000,000 دولار من امريكا الى مصر لتحدد نفسها. اطمئني يا مصر، اطمئني يا امريكا، فان النسل محدد بطبيعته لانه لا زواج. هل هناك احد يستطيع الزواج في هذه الايام؟ هل يستطيع شاب ان يتزوج قبل ان يبلغ 40 عاما؟ لا يمكن، لا يمكن. اذا وجد الزوجة لا يجد السكن، واذا وجد السكن لا يجد خلو الرجل، واذا وجد الخلو لا يجد ما يشتري به الحجرات من دمياط. فاين الزواج؟ الزواج وقف حاله، وقف حاله. واذا قلت للشاب تزوج يقول لك ولماذا تزوج؟ ان المتزوج كصاحب الملك له مسكن واحد، اما العاجز فكالمستاجر له في كل يوم شقه ان شاء. سيما وان السنا والاختلاط اصبح كلا نباحا، وبشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين. لماذا يتزوج الشباب؟ هناك شارع مفتوح، وهناك خمر تباح، وهناك نساء عاريات، وهناك ضلال وبعد عن الله، وهناك افلام واقلام. يا اهل القاهره، ان الذي حدث في الجزور قد يكون قريبا بيننا، قد يكون قريبا بيننا. ان زلزال الجزائر استمر 2 دقيقة، لكنه دمر قرى باسرها كانت تعيش على وجه الارض، وفي 2 دقيقة نزلت الى باطن الارض. اطفال يصرخون، ورجال يولولون، ونساء يحولون. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضاد. من اي؟ من اي المصانع الحربية؟ من اي القواعد الجوية؟ من اي المدرعات؟ من اي الصواريخ؟ من اي الدبابات؟ من اي القنابل؟ من اي القاذفات؟ مسومة عند ربك. هل هذه الغارة خاسرة على الجزائر وحدها وعلى مدينة الاصنام وما حولها؟ لا، ليست قاصرة. اسمع معي، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا
منهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله الله الله. زلزال حدث يوم الجمعة الماضي، الناس نائمون والواحد القهار لا ينام، الناس يغطون في نوم عميق والمنتقم الجبار لا ينام، الناس في مدينة الأصنام نائمون والقرى آمنة هادئة، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم ماذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم ماذا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. وحد الواحد. غارة، غارة سماوية، لا أقول غارة جوية، فإنها لم تستعمل فيها طائرات ولا دبابات ولا مدفعية ولا حقول ألغام ولا صواريخ. غارة أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. غارة استمرت دقيقتين، بلغ عدد القتلى والجرحى والمشردين من هذه الغارة 400,000، 400,000، اي ما يقرب من نصف مليون، ما بين قتيل وجريح ومشرد. حتى وانا اسمع اذاعة لندن الصباحية اذا بصحيفة التايمز تقول ان رجال الانقاذ وهم ينقذون سمعوا تحت الانقاذ صراخ طفلين يستغيثان طفلي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا معشر الزاد، ان الذي حدث في الجزائر ليس بعيدا عن القاهرة، ليس بعيدا عن القاهرة. يا شارع الحرم قص عن الحرام، يا خمارات اتق الله خالق الكائنات، يا قمار اتق الواحد القهار، يا نساء اتقوا صاحب العظمة والكبرياء، يا ظلمة اتقوا من لا يغفل ولا ينام، وحدوا رب الارض والسماوات. 26 مليون دولار من الولايات المتحدة، من عدوة الله، من امريكا لتحديد نفس المسلمين، وانفق منها 10 ملايين على الظالمين المضللين المضللين الذين يدعون انهم مسؤولون عن تنظيم الناس. ونشر ان الواحد الديان يقول افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون.
افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرايتم النار التي ترون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون من الذي خلق الزرع ومن الذي خلق الماء ومن الذي خلق النار ومن الذي خلق المني الذي خلقنا منه انه الله فكيف نحارب الله وندعي اننا سنعدد النفس اتقوا الله فان الزلازل قد اقبلت وزلزال واحد يستمع دقيقة واحدة جدير بان يجعل عالي القاهرة سافلها اتقوا الله اتقوا الله فان السماء قد غضبت علينا غضبا شديدا نحن نحارب الله على ارضه ايها الاخوة ويعود الرسول من مقابر البقيع فيشكو صداعا الم به وينام على فراش المرض والصداع يشتد ينام 13 يوما والحمى تهده هزا حتى قال لاصحابه اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم وتعالوا معي لنصور الرسول وهو في مرض الموت أرى أمامي عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة الأجلاء يدخلون على رسول الله وهو على فراش الموت الرسول ينظر إليهم بعينين مليئتين بالرحمة ويقول لهم مرحبا بكم حياكم الله وأبقاكم الله وسددكم الله ونفعكم الله اوصيني واياكم بتقوى الله والا نتكبر على الله في بلاده وعباده فان الله قال لي ولكم فلبئت مثوى المتكبرين وقال لي ولكم تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ايها الاخوة الاعزاء عبد الله بن مسعود يسأل الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله متى الاجل فيقول له الحبيب ابن مسعود لقد دنا الرفيق الاعلى والكأس الاوفى وسدرة المنتهى يقول ابن مسعود فمن يغسلك يا رسول الله يقول له الرسول يغسلني رجال من اهل بيتي الادنى كالادنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم ويدعو الرسول عليا ويقول له يا علي اذا غسلتني فلا تنظر الى عورتي فاني دعوت الله ان ياخذ بصر من نظر الى عورتي يقول علي دخلت ليغسل رسول الله فلم استطع ان اخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الشريف بالقميص قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك قال في ملية بيضاء يعني في ثوب ابيض من صنع اليمن قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي فان اول من يصلي علي الله رب العالمين الله 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 يا سيدي يا رسول الله دعوني على شفير القبر ساعة واحدة فإن أول من يصلي علي الله
ثم يصلي علي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي اسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي. ايها السادة الاعزاء، قالوا فمن يدفنك يا رسول الله؟ قال رجال من اهل بيت الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. وقبل ان يغلق باب الحوار بين ابن مسعود وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب لابن مسعود: يا ابن مسعود، ابلغ من غاب من صحابتي مني السلام، وارشدكم يا اصحابي انني اسلم على كل من قال لا اله الا الله. ويسلم الرسول الروح وهو يلقب الانفاس الاخيرة. سأل عائشة سؤالا: كم عندي من المال يا عائشة مع تركة رسول الله؟ هل قالت له: لنا في بنوك سويسرا 1,000,000,000، وفي بنوك واشنطن 1,000,000,000، وفي بنوك لندن 1,000,000,000، وفي بنوك باريس 1,000,000,000؟ قالت: ليس عندنا الا 7 دنانير يا رسول الله. الدينار يساوي 50 قرشا بالعملة المصرية، يعني 3.5 جنيه. قال لها الرسول: تصدقي بهن يا عائشة قبل ان اموت. وبعد لحظة سألها: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بها. فبكى الرسول وقال كلمته الشهيرة: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ شيء فطير. ايها الاخوة الاعزاء، والان عام الاوان لنزور قبر رسول الله. تعالوا نزور القبر الشريف. نحن الان متوجهون الى الروضة الشريف، نحن الان واقفون امام القبر الشريف. السلام عليك يا رسول الله، نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الكلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاد حتى اتاك اليقين. ايها الاخوة الاعزاء، تأخروا الى اليمين مقدار ذراع. نحن الان امام قبر ابي بكر الصديق. السلام عليك يا ابا بكر الصديق. تأخروا ذراعا الى اليمين مرة اخرى. نحن الان امام قبر عمر. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. ايها الثلاثة الابطال، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف امراضنا وارحم امواتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم وحد شتات المسلمين، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا يا رب العالمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، غدا يوم عرفات، فصوموه، فان صيام يوم عرفة كما اخبر الصادق المصدوق يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية. صوموا يوم عرفة عسى الله ان يغفر لنا ذنوبنا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله.
وتعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وحد الله. يستحب لمن ضحى ان يقسم الاضحية الى ثلاثة اقسام. فتوحد يا مسلم لا اله الا الله. هي الاضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله تعالى. ثلاث كلمات عايزين نتكلم فيهم: ذبح حيوان مخصوص. هو ايه؟ ثلاث انواع من الانعاء: الابل والبقر والغنم. غير الثلاثة دول ما تسماش اضحية. يعني ما يجيش واحد يوم العيد يشتري جزء ارانب ويذبحه ويقولك انا ضحيت النهارده. لا لا، سيبك من شغل القنارب ده. هو كان في واحد بضح طيور في شارع عبد الباشر، حد يتكلم بالنحو فكتب على قفص الارانب رطل القنارب من 8 جنيه. كان زمان بقى 52 كده. فزميلي لما اراه بيقول لي: القنارب بجمع ايه؟ قلت له: يا ابني جمع قنرب، ما كانش طلع بالارانب ابدا. الحب يتكلم بالنحوي فقلب الهمز عمل زي المعده اللي كانت ملزمه نحو طلعت من جوه تقول ما. انا عايزك توحد الله. يبقى الروحيه لابد تكون واحد من هذه الانواع الثلاث: الجمال او الفقر او الغنم. طيب ليه اشرب؟ الجمل ما يقلش عن 5 سنين، والبقره ما تقلش عن 2 سنين، والغنم ما تقلش عن 1 سنه، الا اذا كان طقن فالطقن يضحي بيه وعنده في القصه، لان لحم الطقن بيبقى لحم ايه؟ جيد. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الطقن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وزهي ينام على التراب. فالجمل يبقى ابن 5، والبقره تبقى بنت 2، والغنم يبقى ابن 1 سنه، الا اذا كان ضال يبقى يسدي فيه 6 اشهر. طيب انا ما احب اشتري الضحيه، هروح اقول له: هات لي شهاده الميلاد يا ابني اللي بتبيعها من تبقى من مواليد كام؟ قرار اللي طلع لك النهار مش عارف ايه بقى، نقل المزيه من محافظه لمحافظه. يعني افرض لما اخذ ان في خروف اتولد في محافظه الغربيه، لو الثقه الروح الاليوغيه يعملوا محضر، قال دي اللي هتحل مشكله في اللحم. والله ده احنا مجاجيلنا، ما احنا غير ربنا بس، ان البشر لا يقوى على حلها. والله انا عايزك توحد الله. يبقى انت تشتري الشيء وتقول له: يا ابني ده عنده 5 سنه، وتاخد من كلامه، هو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزي عن 7، يعني ممكن 7 يشتركوا في جمل، وممكن 7 يشتركوا في بقرة، انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما يصحش تجيب 7 من الشارع تقول لهم يلا نشترك في مأزق. لا، يبقى كياري برضه مش هبيها يعني. اشترك في مأزق، ليه هيصرف منها الزيت؟ لا انت طالع لك حاجة من بيت الكلام، ولا من بيت هوفن كمان، ولا حكوة، ولا فليت، ولا كلوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيش. الغنم عن واحد. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل حي من عيالي وسط كلام، لا، واحد هو واهل بيتي. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي 6 من اهل الشارع ويجيبوا المعزه في الشارع ويذبحوها اشقاد وناي، احنا ضحينا. لا، في وقت مخصوص، الوقت اللي تذبح فيه الاضحيه يكون بعد صلاه العيد. ليه؟ النبي قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. وده حديث آخر احنا وعدتي. ليلة العيد تلاقي الجفار طول الليل قبل ما تصلي الفجر تقول لك جفار، والناس تلاقي له يذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على سن مين؟ ده لسه الناس ما صلتش بعيد، يبقى لا تخفى. ليه؟ ربنا قال: إلا أعطيناك الكوثر فانحر لربك وصلي، ولا فصلي لربك وانحر. هتفنى الآية، هتفنى الآية.
قلنا لا ننحر الاول وبعدين نصلي على مهلنا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا روحهم عشان يتوضوا يصلوا يقوموا عايزين يدخلوا دور الميه الناس اللي بتعذب المسلمين. واقفين صابون على دور الميه ودور الميه 80 واحد. فالحنفيه بتاعت الوضوء فضلت. يقوم الشاويش الجاهل يقول لهم ايه؟ طب ما الصوت لسه هو الاول وبعدين يدخل دور الميه. هو مش عارف. هو مش عارف ده هم جايبين عباره عن اله صماء لا تسمع ولا تعي. هو بني ادم بس ناقص يتركب له دين جيش. لو تركب له ده خلاص بقى حته حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الاول وبعد كده بايه؟ ادخل ضغط الميه. حاجه شيء غريب الحقيقه يعني. تحفه تحف والله وحد الله. يبقى الوقت لابد يكون بعد صلاه العيد. قبل الصلاه لا تسمى وضحية. وانت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك تفتح اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. ده اربع ايام بتوع عيد كلهم يصحي توم الدقن. يبقى انت مستعجل ليه في العيد ما تاخدش ثواب الوضحية. ابدا. ايه كمان؟ انجلية القربة الى الله. خد بالك انت المالك. فيها ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجه اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سالت الناس اللي هم الهايلايت الناس اللي فوق اللي بيذبحوا يوم العيد فعلا بس المدام مش بتذبح لو قلت لها انت بتذبح النهارده ايه؟ تقول لك ضباح كان بيعمل كده. طب يا هانم ما عندكش فكره ان سيدنا ابراهيم كان راح يذبح ابن اسماعيل؟ تقول لك اسماعيل مين؟ انت مش عارف سيدنا اسماعيل؟ لا ما اعرفش غير اسماعيل يا سيدي. هي دي الوحية. دي الوحية غرضة. اشترط الوحية انك تنوي بها وجه الله. تنوي بها ايه؟ وجه الله. انما ما شاء الله علينا النهاردة اللي بيذبح لا عنده فكرة عن ابراهيم ولا عن سماعين ولا عنده فكرة عن عيد الاضحى بانها بتذبح ليه في عيد الاضحى. لان النهاردة اللي بيتعلم له كلمتين في اللاتيه فرنسيه او بيدخل الجامعه الامريكيه بينسى دينه اسلامه نبيه وقرانه. هو احنا عايشين مع الاسلام؟ هو لو كان البلد فيه ريحه من الاسلام كنت طرف الجرايد. فرقه حالي محله ستقيم حفله للرافضه نجوى فؤاد تعبر فيها عن تاريخ مصر بطريقه الرفض. مش عارف ده هتعبر ازاي عن تاريخ مصر بتاعتها؟ يعني لما هتيجي تتكلم مثلا عن واقعة انجلوس ترقص ازاي؟ ها؟ اخي غريب. لو المصيبة هانم هنة. يعني نفس الكلمة دي فرعونية هانم هنة هانم هنة. يلا هنة. اي كلام. اي بلد. تعبر عن تاريخ مصر. ده تاريخ الرب. شيء غريب. احلام ثاني. يقول لك المصري العالمي خليو. خليو. خلي بالك من خليو. خليها خل. يقيم حفلة شهيرة في المينا هاوس. الله يوفقه يا ابو عادة. تذكرة كام؟ درجة أولى ب100 جنيه. وثانية ب5 دقايق. إعلان. والآخر يقول لك إن الناس بتحقد. طب ما هو لابد الناس تحقد لأن الحقد ناشئ عن الظلم والنفاق. ما دام في ظلم ونفاق لابد يكون في حقد. لما الاقي واحد راكب شوفيرليه وراح يطلع تذكره ب100 جنيه عشان المصري العالمي خليو. حاجه خليو. ها؟ شايفه بيقطع تذكره ب100 جنيه وانت صاحب اسره عندك 6 اولاد ومراتك تبقى الفاميليا كلها 8 عشان تطبخ طبخه يوم الخميس اسمه الخميس الحزين. ها؟ ايوه. ايوه تجيب كيلو لحمه ب2.5. هذا ده لو الجزار ابن حلال. انما ده الجزار عنده اوامر انه يخلي تلت الكيلو دهن وتلت الكيلو التاني شغل وتلت معاص. يعني المهم ما تجيبش لحمه ابدا. اذا قلت له تشحن كده ما تستهينش بالفلان لو ما تكتير هنزل اعمل الزبون. ولذلك الواحد راح يبقى قدام الجزار يلتزم الادب. يعني اوعى تطول لفاحه. انا ما بتعيش بايده. ده السكينه ويصبر على طول. يعني راجل جراح خطير. يعني جراح من الدرجه الاولى.
هيديك الكيلو اللحمة بسمه رص عشان كمان تطبخ الطبخة على شوية رز على شوية عيش على شوية خضار. بلاش تبعد عن البسلة وابعد عن البامية، خليك في الكوسة. بنت بحوزة. طيب يعني الام هتكلف الطبخة كمان 150 ساعة يبقى ب 4 جنيه. انت بسلامتك بتاخد 30 جنيه يبقى 4 جنيه. خدوا 4 ايام في رجل مرتب 4 ايام في رجل. وابص الاقي واحد داخل ب 100 جنيه عشان يجمع المطرب ليو اللي طبعا لابد يحرق. هو ايه الكلام ده؟ هو انتم مفكرين ان الناس ملايكة؟ الناس بشر. يعني ده لما يشوف واحد راكب عربية فخمة شوفر ليها مرسيدس بنز يقول يا سلام شوف ادب على العربية، والله الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. يا سلام يا شهيد المرسيدس. ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. انا عايزك توحد الله. يبقى ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله. يعني تكون نيتك ان هذا العمل تقدمه عبادة لله. فاذا انقلبت العبادة الى عادة لا ثواب عليك. يعني في ناس كتير بتذبح بس ما بتذبحش لله، بتذبح عشان خاطر تدعي ميمي وبيبي وزوجه ويمشي تبص تلاقي في الجرايد مكتوب ايه؟ تم عقد زواج الآنسة نانسي على الآنس نانسون. ايه ده احنا فين يا فندم؟ احنا فين؟ شيء غريب، شيء غريب. بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. ويجي يذبحوا الخروف ويحمروه وتنحط جاز الشمبانية. بقى دي وضحية؟ وضحية برضه جنب الخمرة والرقص والضنط وال حاجة غريبة الحياة. يبقى لابد نضحكم بنية ايه؟ القربة الى الله. طيب يشترط في الوضحية في ان تكون سليمة من العيوب. تكون عينها سليمة ورجلها سليمة ودنها سليمة. ليه؟ لأنك ستقدمها هدية إلى مالك الملك وملك الملوك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان طول ما هو ماشي يتصدق على الاطفال بقطع السكر. ما لجيب اوالي السكر وينادي على الاولاد يدي لكل واحد الف سكر. فبيسألوه اشمعنى يا حسن ما بتصدقش الا بالسكر؟ قال لانني احبه، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الكلام، شوف الكلام. ولذلك الاسلام عارف طباع النفس البشرية. لو قلت الله الوضحية كلها صدقة قال لا، امال انا ذبحها لتعب نفسي ما كلش منها انا وعيالي؟ يا كلام ايه ده؟ ربنا قال له لا، اقسمها ثلاث، تلت انت وعيالك وتلت تهادي بيها اصدقائك وتلت الفقراء والمساكين، بس بشرط ان يكون اعظم الاسلاك الثلاثة ما تخرجه للفقراء والمساكين. فتوحد الله رب العالمين. ليه؟ لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. انفقوا من طيبات ايه؟ ما كسبتم. وبعدين بيقول ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. يا سلام. يعني الشيء اللي تحب تاكله تطلع منه. يعني ما يجيش الفقير تقول انت خلصت بقى على بيت الكلاوي وخلصت على العجوة والفلتو والكلوب ده طب ليه؟ تعال خد الكمر تحتك دي، الكمر عبارة عن كرشة. وانت بتخلص منها عشان ما تقلبش بريحة البيت. هو النهاردة حد بيفتكر الفقير بقى ثلاث ايام من قبل طبق ملوخية بايت يكون عمال يبقلب كده بيضرب بالقلة هذه الجامعة. خد يا لي الملوخية دي يوم الفقير يشوفها يسكر منها لانها اتخمرت. ده بس ما يتبقى قل. طب انت هتخسرك زي الفريق. هتعلمه شرب الخمس. اقضى عليك. ده كلام. ده كلام. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد. يا سلام. بعد ما ذبح الاضحية دخل اخر النهار. سأل اسواد. ماذا بقي من الاضحية؟ قال
قالوا يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر يا الدراع اللي هو عبارة عن الرجل اللي والثاني اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمة في غيث العظم قال كلها باقية الا ذراعها. قلت له حي الكلمة دي لا شوية معايا انتوا فاضل ايه من الخرفان اللي ذبحناها؟ قالوا طوعناها كلها ما فاضلش غير الذراع. النبي قال كلها باقية الا ذراعها. يعني كل اللي انتوا طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية ابن ابي سفيان تصدقت بمئة الف درهم في يوم واحد. تبعت الجارية روح بيت فلان وتصر لها الصرة وتيجي. تعرف المغرب ايه كانت؟ عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. شوف تصدقت بمئة الف درهم ونسيت طعام افطارها.